السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيكون واحد مننا بيتألق في مباراة قمة تقريبا العالم كله كان بيتفرج عليها امبارح. أي حد بيحب الكورة في أي حتة في الدنيا بيستنى ربع نهائي أوروبا، قبل النهائي، النهائي، حتى لو ما شافش المباراة بيشوف ملخص، بيشوف الأهداف. فلما تخلص مباراة امبارح الميلان ونابولي قمة الكرة الإيطالية في ربع نهائي أوروبا 1-0 بهدف إسماعيل بن ناصر الفهد الجزائري، أنا طبعا مسميه الفهد الجزائري وفعلا اسم على مسمى. عايز أكلمكم على الهدف. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعم القناة بفيديو ضروري، ما تكسلش، ادعم القناة. قبل ما أكلمكم على الهدف، الشبكة دي اللي اسماعيل بن ناصر جاب فيها الجون ونفس الاستاد ده انا سجلت فيه هدف ضد منتخب ايطاليا. يعني طالما يعني في نفس الملعب ونفس الشبكة دي، الناحية دي اللي اسماعيل بن ناصر جاب منها الهدف بالظبط، بس انا حطيتها الناحية التانية على شمال المرمى. كنا منتخب مصر وصلنا اولمبياد برشلونة في اسبانيا، و المدير الفني بتاعنا كابتن محمود سعد الله يمسيه بالخير وكابتن مصطفى عبده، سافرنا بولندا لعبنا مباراة ودية وطلعنا على إيطاليا، لأن منتخب إيطاليا كان برضو معانا في أولمبياد برشلونة. منتخب إيطاليا إيه بقى؟ دينيو باجيو، روبرتو باجيو، النجوم بقى، كانت ساعتها قمة العالم يعني. لعبنا المباراة ضد منتخب إيطاليا في السانسيرو، نفس الملعب اللي لعب عليه إسماعيل بن ناصر امبارح وسجل. الملعب ده يا جماعة في مدينة ميلان، ليه ناديين الملعب ده بتاعهم، إنتر ميلان وإيسي ميلان. الاستاد ده بيلعب عليه مباراة إنتر ميلان وإيسي ميلان. دخلنا الملعب، أنا كنت احتياطي في المباراة دي. الشوط الأولاني منتخب إيطاليا سجل فينا هدف، أنا نزلت الشوط الثاني، جالنا ضربة جزاء، انا اللي بلعب ضربات الجزاء، خدت الكوره وحطيتها وعملت للحارس كده، راح رحت حطيتها له الزاويه اللي جاب فيها في نفس الشبكه، والله العظيم في نفس الشبكه. اسماعيل بن ناصر شاطها في القريبه، انا في ضربه الجزاء هوشت الحارس، الحارس اترمى كده حطيتها له في شماله كده في نفس الملعب. ونفس طبعا افتكرت الذكريات دي لما شفت اسماعيل سجل امبارح في نفس المرمى اللي انا سجلت فيه، وخلص المباراة مع منتخب ايطاليا 1-1. وطبعا يعني مش هنسى طبعا الذكرى دي. طيب اسماعيل بن ناصر سجل الهدف ازاي؟ في ثلاثة اشتركوا في جمال الهدف وفي روعة الهدف، والثلاثة اهم من بعض. الراجل كان بيلعب باربعة، مدرب الميلان، اربعة وفي اتنين هنا ثابتين، وفي ابراهيم دياز هنا في وسط الملعب، واسماعيل بن ناصر هو اللي تحت المهاجمين وقدام المدافعين، وهو الفهد اللي بيلعب في الحته دي، وهنا الراجل ليو وهنا جيرو. طيب الهدف جه ازاي؟ كان فيه هجوم وكان كله راجع، كله كان راجع هنا، وابتدى الضغط اللي بيعمله في فكره المدرب ان الضغط هيبقى ابراهيم دياز و اسماعيل، هم احسن ناس هيعملوا ضغط عشان يمنع ميزه نابولي تحضير الكوره، كورتهم عاليه جدا من احسن الفرق اللي بتلعب في اوروبا. فراجل قال لك هلاعب اتنين في وسط الملعب من قدام يبوظوا الهجمه عليهم، عندهم حركه وعندهم مهاره وعندهم سرعه رد فعل، اللي هو اسماعيل وريما دياز، ولما نقطع الكوره برضه بسرعتهم وبحركتهم هنقدر نوصل. وده اللي حصل في الهدف. يبقى اول واحد ساعد هو ابراهيم دياز انه استخلص الكوره، وعنده مهاره بقى لما استخلص الكوره وعنده سرعه فجري سريع. طب مين اللي يلحقه؟ اسماعيل، لانه عنده نفس السرعه. اسماعيل اتحرك. طيب احنا هنا اول حاجه اللي استخلص الكوره ابراهيم دياز، يعني من غير ان هو يقطع الكوره ما كانش الهدف هيجي. يبقى هنا اهميه ابراهيم دياز، وكمان جريه بالكوره ان كسب مساحه كبيره، يبقى برضه دي ليه عامل مهم في الهدف. طيب مين اللي كان مهم قوي؟ لان كان هنا في مدافع معاه ما فضلش واقف، لو جيرو فضل واقف هنا كده اسماعيل ما كانش هيجيب الجول. تحرك جيرو مهم جدا، لا يقل اهميه عن الهدف اللي جابه اسماعيل. تخيلوا
الفينش اللي عمله اسماعيل بن ناصر ما كانش هيبقى ليه لازمه لو فضل جيرو واقف هنا. لكن جيرو عمل ايه؟ جيرو لما واقف هنا وشاف اسماعيل جاي منطلق، جيرو اتحرك. او العكس، او العكس ممكن تكون عبقريه اسماعيل، لان اسماعيل مثلا جيرو خد القرار ان هو يستلم في الحته دي، فاسماعيل صرخ وجري في الحته دي. يبقى من الاخر تحرك جيرو فاد اسماعيل انه يبقى حر في الحته دي، ولما اتلعبت هنا ورجعت هنا يرجع بقى هنا للفينش، الفينش بتاع اسماعيل. اسماعيل خد القرار ان وان تاتش، لان اسماعيل لو وقف خلصت، لو وقف الكوره خلصت. كل اللي عمله ابراهيم دياز وكل اللي عمله جيرو وكل السبرنت اللي جري اسماعيل ما كانش هيبقى ليه اي فايده لو وقف الكوره. لو وقف الكوره اسماعيل كان هيضغطوا عليه ويقفلوا عليه المرمى، لكن خد القرار قبل الكوره ما تجيله، هو واخد قرار قال له لو جت لي على الارض هفرقع الشبكه، وعمل كده وسجل الهدف. يبقى جمال الهدف في خطه المدرب ان اسماعيل وابراهيم دياز هم وسط ملعب وبيضغطوا بحركتهم ويعملوا قلق ويتنططوا كده في وسط الملعب، وكمان لما يبقى الكوره مع الميلان يبقى في سرعه الحركه وسرعه رد فعلهم فعلا، والتحول من وسط الملعب ان هم يهاجموا ده ظهرت في الهدف، وكمان تحرك جيرو انه يوسع المساحه اللي يتحرك فيها اسماعيل، وعبقريه اسماعيل ان ما جريش معاهم، لا جري في الحته الفاضيه عشان لما تتلعب له. وفي الاخر بقى الفينش الجميل، ان في لعيبه كتيره جدا بتجي لهم الكور دي تلاقيه عايز يعدلها على يمينه، بس اسماعيل بيلعب بيمينه عايز بقى يعدل، لا اسماعيل راح ترك واحده. هدف جميل ولازم كنا نتكلم عنه. شكرا.